حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحن لحظة كجل ني حديث كعب ديراء للصالحين ك وحن نقل ورمي لعددي لسو قد بوناتي ودل حريرتي كاريتان كي وكهاري ديال كي أما دولان كي تبوك سنة كي سقالات هجرية ده وقران كون إن بضان سي قادة ديغان وقاهد لي في آخر سورة التوبة وحا مركي قدن بيسي أن صوت الماني كنت كي هبين لغوصو الرغي بويكوت كاينا لا هادلين مركي أي دماتي بو نوغي ورما يا مركا حيري وحانا قدن بي مركي قدن بيسي أفرتن هبين مركا لماريو طبان ويهار سانتهاي با أمر كلا صوت بحيل اللي هاي ما كومد دوان كرتان هاوين كينا كدمنا هلال من أمية وحاش كيسي أي نبيغا أي ويدي ستا أو غالان شاه إني أخذ ماين كرتا أون كلي مرح دي و هلال ويهنين داء أو عن سكو في اللان كرين إن با غرب غلا أي تهي تيغو مركو أو غلا دان أي سكو ديين كعب يريل كيس إني كعبنا يكاد عديان برغراما إنو نبي إثناء أولاد تغو إنو هلو وقالان شو يرمي انتهى يغا في الله تم حيا وحن كبقيا وحكا لإني ميشا كي يمان وانتا سو النبي قو يرادو حتى اسكفر وحكا سادعي كارا بيه هالكا يغا يكاتو علمي ما كاسي يمان مريس مرقو حيري فكامو لنا 50 ليلة من حين نها عن كلامنا وحي نوار لما يسترن تو نور بيه سنتي كنتن هبين مركا لغا صوى باللابا مرقو النبي قو يرادو ما هذكرو ثم صليت صلاة الفجر كيد من وحانتو كذا صلاة دي الصبح صباح 50 ليلة و هبينكي كنت ناد مركي بوشنت أرور تيدي صلاة دي فجر إصاق شيبا تكدا بير على ظهر بيتني موتنا أنا كدل تكنا قري قري هنا كميدا دوشيسا صاد حقاب ومركا كدل تكدا بين أنا جالس أنا فدية على الحال التي ذكر الله تعالى منا وكجلنا حالة دي إلهي ونغشي إلى إلهي بركة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه حال الضاس وحال دي إلهي يوسفي أنه كجرة قد ضاقت قرآن كم يوسفي من قد ضاقت علي نفسي عريري بان طريق مبير نفس الدي إلى إلى عريري التوتي وضاقت علي الأرض بما رحبت لولك أن عريري بولا النقضي يضا واسي إنما ظل لقبه لولك إنت هلاك وبلك إبا حد إله الحديه لا إلا يرادو كومبا إسوغو صغور ربيري دا سد بغل أكادبا سمعت مركي حالة سيدا مريسو سمعت صوت ساريخين من قيلة دامينية أو نادينية أي عدكي سمقلي كاس أوفى على سلع بور صد إشتاقي يقول إسوغو لبي على صوتي حالك وصر رئيس إسوغو عدكي سجارسين يا كعب بن مالك إسوغو صوت أبشر بشار رئيسو كلمة دا مركي بكتري كسو أدعاد ميري فخررت وان هوبتي ساجدا حالي كي سجودي سجود بان لدعي بي وعرفت وحان قرتي وقاذي أنه قد جاء فرج إن فرج كي ويمي سو إلهي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقضي الله في أمركم انت إلهي سبحانه وتعالى أرن كينا وقعان كسو صاري مركان مغلب يري نينك كان بشارة دا السيدة انتو بورت صوف ولي صوت كان ugu dheereeyana oo aniga igu yeerayo oo leeyaa كعب بن مالك ابشر مركو يلي waxaan gartay waqti in la gaarib فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نبي وحو dadka wargeliyo ogeysiyay بتوبه الله عز وجل علينا ان الله سبحانه وتعالى نجا توبه اقبل حين صلى صلاه الفجر مركي صلاه الفجر لا تكدي مركاسا لبخين جيره اوامرته iyo waxa la wixii la diri lahaa iyo مركا نركا سو نبغا سوار قليو حير نوان كي سدح ذا توب ذو الأقبل فذهب الناس يبشروننا ضدك مركا بحل أسوال دقاقا إنا نو بشارينا يا ونو بقول له ما شاء الله بارك الله فيكم إيو وضدك نو بقايدين يا نو بشارينا يا فذهب قبل صاحبي مبشرون لبدي ذا صاحب ولبدي إن يبنا للاقو أذو ميينا ضب آذي بيو ومركا بشارينا وركض رجل إلي فرسا نبا مركا فرس كيسي إلي سو قل في بيري وساعة ساع من أردين وإي من أسلم كالصعودة قبيلة دا حقا
قبلي حقي وصل دقيقين بير وأوفى على الجبل إسنا بورتي وفو لحظة وكان الصوت عد كنينك كسر بحي قيل دعان ترى أيا أسرع كدك دك بالنابوري من الفرسي فرسكي يقول فينا يعدكي سعدكي سوهر مريم. فلما جاءني مركو إيمي دادكم مركو سؤر دهنو بفروا مركو إنو وبشاري بقاديو شرنا أمر ديني يا رابي لا ما حد ذكره ما عندنا أمر ديني يا فصحي دادكم سيد الأولى بمقلايين أي رسولك وأدعي يا نارك. فلما جاءني الذي سمعت صوته مركو إيمي كي عدكي سي أن مقلي يبشرني يسوي إيه بشارين مركو إيمي نزعت له ثوبي لبضي مراء حراء بانو بهيبي فكسوتهم مركزا إساق أمر الشيء وقلي إياه ببشارته بسبب بشارته إياه بشارة إيه بشارة درتي فرحة أن كفر حي أيان لبالي مرأة أن حرة إنتان بحي إساق أقلي بي والله ما كل دارتي ما أملك غيرهما يوم أي لبالا مروح كسهر أنا ما يستبي وح كلان حرته أو قوة وإياه لما كان ملا واستعرت وحان سوء عاري يستي أنصو أما هذي ثوبيني لبالا مروح فلبستهما وان حرتوي هو كان سوء قد يعني فرحتي بكبضت وانطلقت مركزان دقائق أتأمم رسول الله أنا رسولك حقي سكوسي سعودا يتلقاني الناس فوجا فوجا تتكون أي قهر إيمانيا كوح كوح يهنئونني يوبوا قادني بالتوبة إلهي توبة ونقع أقبل ويقولون إليهم لتهنك توبة الله عليك أكون مع توبة إلهي سبحانه وتعالى ويوبوا قادني مشكلة مثل هذه الهوضة حتى دخلت المسجد مركز مساجد كسوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس نبي مركز وفد يا مركز حوله الناس حالي حريره سنة تتكسى أبود الحمي إنه يدرك قرب فديان فقام طلحة ابن عبيد الله بأستاذي رضي الله عنه يهرول إلي يهرول إسوه الدقدقي حتى صافحني مركز وقعنتي قعن قاذب سلامي وهنأني مركز إبقادي والله ما كنا أرتبير كعب وحكسوا حسابين ما قام رجل من ومن المهاجرين كملا ومالك كأي استاج غيره أن طلحاه ما أركب المهاجرين تنال في العيد يسوع استاج تملا طلحاهم بأنتو يسوع استاج إسلام بير فكان كعب مركو لا ينساها مدانا وهل ما من موقف كاس لطلحة لموقف رؤها وأدو رفع القلي وحير هوستان كحر يقتويري مالك كاس طلحة رنتي بوسكو يقتاجيها إيه إنه إيه بقادي مالوين بإيه كشيب بيروحان هالمامي كريم بأهيد بيه قال كعب مركو الحيل تعليق ذنو صامر الدورنا فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك مركان سلامي قال وحيل وهو يبرق وجهه إذ وجيس إفه من السرور فرحد درتي بوئير بير أبشر كوب شاريس كعبو بخير يوم ما لنتا أقوانك سنو مر عليك صامرت منذ ولدتك أمك لقبل مالك هو يلا يقول شيء مالك كان كاي خير بدل مركان مرة فقلت مركان ساحن يا رسول الله أمن عندك يا رسول الله ما ذي كاتمت بشارة ضم أمن عند لمس إليه سبحانه وتعالى حقس ما ذا رئي قرتي ويري كعب كنت كي مال موض إلا قؤذومي إيه هذا كان لقى حرتي وعيود ما تي وهلون حريص مس إله بقى رئي كان إسكال قالوا حلا لا بل من عند الله عز وجل إلي حقس كاتم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مركب حوءها سيد نوشي كعب إذا سر هدي لفرح جليو أما أو فرحه استنار وجه يسو إف جلي كأن حتى كأنه أو كأن وجهه قطعة قمر وحاد مودا نبي وجه يسو مركب فرحه إفتين كسو بحي أد بودد معرتي ضيح قول كياد مودا قار كامل يعني أو قنصوري وكنا نعرف ذلك من أركان وانجرنجن مركو نبي فرح سين وجيس وكدونا مركو عريسين فلما جلست بين يدي مركان هر فريسي قلت وحن يا رسول الله إن من توبتي أني توبة عن إلى هاي ونجا توبة بل أن توبة عن توبة كأنا وح كمذ أن أنخلع إن كلح بحا من مالي حوله صدقة حاله إلى الله إلهي وإلى رسول حوله يقول ربها كعديه مر كلمة انخلع بوأديك سدي إن خلع عن كذا ويحمر هذا وطنه ليه أخلع له ثوب بدر كان مصيبة ويحيو دون حوار إن الميس كسارة وإله رسول كيس أداي تحسن قوان صدق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك مركو بعيد أمسك عليك بعض مالك حولها وحلهر فهو خير لك ساسا كونك سنة وضبحين فقلت مركا سيه رسول الله إني أمسك سهمي
سامي أن كلها الذي بخيبر إلى المركز دجال كخيبر سنة الضباط بالله قالي وزوتوك من سنة كسجالات يوحي كدن بين عدم رئيسه خيبر مركز اللي قالي وتي قف الجهات كاكاكي قالي وحول لها سامي وحبا كوصوب بيك مغنيمو لها ويري ويحي إيقا صوت قالي انتير إيقا صوت قشي خيبر تاس بحرت الله رياه. وقلت محن يا رسول الله إن الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى أن قد أنجاني إنما أنجاني وعقبت بالي بالصدق رنت رنت أن شيء إلهي عقبت بالي وإن من توبتي توبتي لوحة قيب كمية مشروع مشروع التوبة وحة كمية ما أنت لقب بالله ألا أحدث إن أنا نضتك وشي كان إلا صدقا رن يعني ما بقيت أنت نورا طهرت وصيك حديقا تابي فوالله ما كنت أرتيب ما علمت أحدا من المسلمين من بوذي أن يجره روح مسلمين تكمده أبلاه الله تعالى وإلهي سبحانه وتعالى وما أرأيتي وكب لي في صدق الحديث سن إنه الشاوة منذ ذكرت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني به أنت إلهي سبحانه وتعالى يقولني من كلمة بلاء في اللغة العربية وهي كم من الأضداد لغة النعوة الشقيصة إلهي مركل وفي ذلك بلاء من ربك لغة تفسير بلا سارة وفي ذلك بلاء امتحان بين كوجه وفي ذلك بلاء نعمة إلى كوجه كلمة مركة وهي كم تهي من الأضداد لأن اللغة العربية واحد الكلمات لا هذا معناه بالله استعمال لكن حب سياق تحت الكونتكست كي يكون جرت أي معناه حديدي هل كان مركة نعمة ولا جيدة مركة وحيري مؤجي إنه جرو روح مسلمين تكيدا كم إذا أبلاه الله تعالى إلهي يقول نعمي في صدق الحديث هذا الكائن وكرون شاب يقول نعمي منذ ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل لا مالك النبي وش قرنت احسن من ابناني الله ابلاني الله تعالى من اني ايغو وانا نعمره عد نعمره هالشيء اني الى مد اني سنجرين بان اوغاده والله ما قدرت ما تعمدت وما قصد كذبه بان ير الله كدي ولذلك كذب مركو لي فعل مركو كنت ما واحد مرك لي بان ير منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الرسول كاس رسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان ويري aan ku iri dhe ilaa yowmi hada maalinkan la joogo inii waramayo taba marka kama maru da yahay oo inda beelay oo wilkiisa gacanta u hayo wuxuu leeyahay ilaa waqtigan been ma sheegin buu yiri runtaasun ba sheegi wa innii la arjuu waxaan rajaynayaa an yaxfadinii allah in ilaahay igu ilaaliya tacaala sarey mi fiima baqi inta ii haasana nola wa farakutiriska ana inuu ilaahay ilaaliyo been aanan sheegin buu yiri runtaabaan laazima buu yiri قال مركب وحي فأنزل الله تعالى هذا مركب هذا قرآن كتفسير كذا صحابة يجب جوجها مركب آيات أنا سك أقرنه بنشر حي إلين وعدي يكون على سوى يصير يكون على يصير يجب جوجها يصير أرنتها على شيء آيات مركب مقال الله بحال سود دقيق لقد تاب الله إليه وكتب أقبل على النبي نبي محمد يو المهاجرين المهاجرين تي يو الأنصار الذين اتبعوه يا أنصار تي إسحاق الراعي في ساعة العسرة القرآن كما حكوا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم كدي مركي كاح يا كمدي أي هلس أن قطي إن قلوبته ذا إيلته أيد ويسوس إلى لجر إنه بهم رؤوف رحيم الله عليه ترس بدن حريصنا بضل أيد ويسوس عت محاكوا إيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا سدح ذي نوالا دم بجود إله وعداف خلفوا مركب ما فسره هاد إذا يوم الدين إنه نفسره سي أدوغا تفسير كونه تلقي ليها حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مركي نورك لعيل تومي بما رحبت مع رحبها واسعين ماذا اللقب هذا مركو يسير حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوب إنه هو التواب الرحيم أيد الله الكسر كذبوا إليه وقالوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيد مركو يسوع نساء وحل جاريا مركب قبل جبل سورة التوبة أيضا مرك الجو حي كهذا شاء إلهي وكتوب أقبله لكن التوبة ده واحد من حالات أرضو إلا عيري تونتي وعيري لي أقدر يمان أفرت تجي سيك كتيم يدو سيقول إنه الله نجرم وعيون أفرت يعني مرز رسولك كل هذا اللي كور وصحابة أني كل هذا اللي كور مر مجال هذا راح المنافق هنا أنا كل أركين كور مر رجع كيف يقول ولي كور أنا مسلمات هاي هو شو مرك مسهر أنا ayada kadib kadib bi sawxa ay yaa leeyahay inuu qulaa kuuna ma saadiqin dadka runta sheega ayaa si gaar ah loo amaanaya anima mnowina babu sidq marka la gaaro ayadan wuxuu ka dhigan doona oo ku furan doona qala ka'b ba wuxuu yiri wallahi ma ku dhaartay ma an'ama allah alayya min ni'matin qat ilahi iguma galadaysan galad
هذا كهر بعد إذ هداني الله مرك الله صوت تجو إلهي مركو يجهنون للإسلام مرك النعمة الله صوت تجو أعظم متكوي من بدن في نفسي من صدقي إن أن أرون شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته إن أنا بين شيء نعمة ما أنت كوي من بدن إسلام مرتي مرك الله صوت تجو نعمة الإسلام مرك الله صوت تجو وهاي هاي إن أن رون نبي أو شيء وأن بين أنا شيء ف أهلك مركه هدي أن بان شيء لها أن هلاك سما كما هلاك الذين كذبوا كو بانت الشيء إن الله بسديت النبي صاهر فريستي نيو لما مرسيو ليمي نيو بحبو شاكتي وي هلاك سمين وإن الله تعالى قال للذين كذبوا إلهي مركو كهل قال وحي للذين في الذين كذبوا كو بانت الشيء إلهي وحي يري حين أنزل الوحي مركو وحي سودجي أما حين أنزل الوحي مركو وحي سودجي شر ما قال لأحد وحا اوغخن او بني ادم لغا يراهدو و الى سبحانه وتعالى كشيء فقال محي الى سبحانه وتعالى قال الله تعالى وسديتك اي كل جيران من المنافقين كل ما ودا اهن الى بر سيحلفون بالله لكم الى بين كو دارن دونان اذا انقلبتم اليه مركض الله بتان لتعرضوا عنه من الكجستان فاعرضوا عنه كجس انهم يرجس قرم نجاسه كجست وما اواهم هلك ودن بين دونان جهنم جزاء بما كانوا يكسبون وانا ابا المرن لو اما المر وحي لي مدد يحلفون لكم ايدين دارنا لترضوا عنه من تراضي كالنقطان فان ترضوا عنه ايدين كان ذاتك راضي كالنقطان بني ادم باتين وحق قرصون مؤيدين فان الله اله لا رضا مر نبر هذه كالنقطان عن القول الفاسقين ذاتك ايوه فلا قوبة اله سبحانه وتعالى حرق كفرتي يعني ان بيري قلاصا كبيري لها وانا ايات كن يفر بقول يفرتني شان صان الا هذا الاقليل وكيري كوين يحدثني وقراءات كذا وضعتها وحكى لماها وحير إله سبحانه وتعالى أن ماذا سيقوم بالبادي بي وسيوى هذا الكوحير قال كعب بك كنا وحانا هين خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولاد ما كلمة الذين خلفوا قفك دين عربي بأن قال ماها هذه عربي تهي وحا قرد جاحة أمد كردي هذه عربي هل هذه وحال دعين خلفوا تفسير كوقفك لا أدلة ما حالك وحا خلفوا يعني وحا نكون فصير لهذا ذاتك دقالك كهاري dagaalka laga reebay hadii xataa muniil minuu laga dhigo oo noo fasiray wuxuu leeyahay kunna khulifna ayuha thalatha an amri ulaika alladhina qabila min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hina halafu lahu urba khulifna waxa laga wadaa buuri in arrinkayaga dib loo dhigay ila nabiga markuu yimid oo masjidka fariistay oo dadkii ay saa ugu soo wada in walba atiis intu soo fariistay cudurdaarka bixinay waatii liiri kacabku iyo hilaal iyo saddexdooda baa tan liiri idinka arrinkiina hadda laga hadli maayo runba ay sheegeen ma sayd yani sidee tahay u dhigan soo ma waxa la idinku arkay in ha noo dambeeyo wiil marka khulifada waxa laga wadaa ragga shacnigoodana laga reebay arrinkeena dib baa loo dhigay ee khulifna meesha la sheegayo maaha inaan dagaalka dadkii ka haray ma tafsiirkaas ma arkaysa dad markay la qabanayaan wadaada ku fuulada xataa kelmadda degdegay laakiin ninka baasha ku dhacdaa ma fasiray aayada iyo tafsiirka uu saxaabi marka khulifna da macnaheedu waa saas wuxuu yiri عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا كو انت قدرتين لغاية المنافقين تقبرنايين رقاس أيال لنقر ريبا وحالي ركتين هاد دبايس فبايعهم إله والله نبي قول الله الشيء واستغفر الله نبي الله فقوه يدي وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أمر كاننا دب أدقين حتى قضى الله فيه بذلك انت إله سبحانه وتعالى إلا هير إله سبحانه وتعالى أم إله لقار وقتي إله وكحبني قال الله تعالى مركب كله وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب مركب سفي عن بوفصل كله وليس الذي ذكر ماها كانوا إلهي الشيء ومما خلفنا تخلفنا لو لم تجد إن كهرنا عن الغزو ما وأيد مركب في السري سعدين وعلى ثلاثة سد حدين والله قطوب أقبل الذين كواس خلفوا كهري أما الله قريب نانا دهيو جهاد تبوك حدين خلفوا دقالك كهري هادين واحد قفة سيريسة وعلى ثلاثة انهم خلفوا الرنكودة دي بلوات ديجي الرنكودة لقرها بعدتك كالي سي اكسبشن الاستثنائية له لولا تعامل ساقا نوفة سيريمة وانا تفسيرك التفسير كحديثة ايا فسيري ويرمرك وليس الذي ذكر ماها تنو الهي الشيء او مما خلفنا وحل نقرها بي تخلفنا ماها ليس خبر كيدو كرد عن الغزو انا كهرنا وإنما هو تخليفه إيانا وديجيتانك وديب إنار ديجي إيو إرجاؤه ديب ونقول ديجي أمرنا أمر كان عمن وديب وقال ديجو
حلف له دتك او دارتي او اعتذر اليه او عذر دات فقبل من او كاقبل وحا لغا ودا دتك ان بان لغا سو عي ارن كان ديب با لو ديو يري انكم سكنتو اردينا الا امر دبدي كسوبخ يا سوغ متفق عليه. وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبحي روايه كالتي هو روايه نضماتي في غزوه تبوك بحي يوم الخميس، يوم الخميس مال الخميس النبي صلى الله عليه وسلم مال الخميس تا اي سفر جل جل. وكان يحب نبي روح جعل ان يخرج انه بحي يوم الخميس مال الخميس تا. وفي روايه حق سؤاري وكان لا يقدم من سفر النبي صلى الله عليه وسلم روحها من سفر كسو جل الا نهارا ارور مال او في الضحى وبرق كي مركو صلى الله عليه وسلم برق سو بيجي جل. فاذا قدم مركو صلى الله عليه بدا بالمسجد مسجد كوب بالله بيجري وصلى فيه ركعتين لا مره كنت كنجر ثم جلس وفر سنجر حديث مركه ان الان دول مره قصه ما يدو ومضى باب التوب الامام النووي انه واحد دقي كعب مالك رضي الله عنه ارضاه وكو الرمى مر ودبالي وحان انه سو خيغن اي ويل ويلش سكميده او اسي سي غوني اه او قرا انه غان قبطه وينو شيغي بركه دي بلوم ليسدو سيرتي سداتي اي سي في كيسا نيو هو هذه الهليه oo dagaal walba ee dhaca oo Nabiga sallallahu alayhi wasallam la joogi jiray dooyo iyo duulaanba midna inuu san ka magnayn u tilmaam wuxuu soo tilmaamay laakiin hadii dib loogu laabto biiri taariikhdeeda waxa ku jira dagaal soo Tabuk ina ka magnaa Badarna way jirtaa ina ka magnaa laakiin Badar wuxuu yiri si iyo kama ay ku dhacday oo ma ahayn mid iyo ku tala gala ma ahayn Nabiga dadka ma wargelin waxa ciil Quraysh un baa la qoreteen safar ka yimid dadku marka waxa lagu socday nimanka in laga furto xoolaha maadaama dagaal naga dhaxay ee loona socdo dagaal la galo walaalkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa turiduna an ghayra dhaat ash-shawk an ghayra dhaat ash-shawkati takunu lakum uridun an yuhaqqa al-haqq wa yubtala al-batil wa kana al-mujrimun inaga markaas socoteen waxa rabteen ciidan sacableeya ama dad sacableeya hub aanan wadan oo iska socdo oo ma aragtay madaniyiin ah waxba aanan haysan wax ka furataan baa u socoteen لكن إله سبحانه وتعالى إله يريد أن يحق الحق بقال كي ندعو إله سبحانه وتعالى ربي وأتن القرآن يقول في سورة الأنفال وعيري بدر يضع ماشي دي حالة استثنائية إلى هاي تابع ماشي دي من ذلك لو يريد أما لكن بدر كان أضبك أي شك شيء عم بيقول دي الله شك شيء وأمو حنك جعلها بيقول ليلة العقبة وحن كو بدل لها مركب مالها وعيري تا يا أكتير كقالي سم بيقول وحيا هاتا ما كنت كهرلي bu hadana hadalka saytahay noogu sheeg wuxuu yiri waqtiga kan oo tabawsheeshigu dhacay waqti samarna waa ahayd koob jawigan aad buu kula lal masaafadan way fogeyd waxay 900 bilay quraanka waatan ilaahay subhanahu wa ta'ala oo tilmaamay filay oo tilmaamay jalla wa ala wuxuu leeyahay markuu tilmaamay shaqadu tilmaamay jalla wa ala arad oo tilmaamay wuxuu leeyahay jalla wa ala aayadi baan soo qaban lahayd wuxuu leeyahay sallallahu ilaahay subhanahu wa ta'ala masaafadas ayaa ku fogaatay maana masaafada haday dhawaan lahayd ويس خيل الهيئه جل وعلا مرقو انت او تلمام كدب وحليا هي هدانا كعب مالك عندها دو دو وكلولا ددكن اد بي وبنايه وحنا سيري بي حقا حي ودرت هدا حتى باقتت عيد كتبيساي مكا مال ان عيد كو بدنا وتلو لا يجمعهم ديوان متن ولي مرقو شارحه صار يريد بذلك الديوان مرقو الامام مال الشارح ويري حقا ما دام كلل وجرو waxa nasadeedu waxa iska jecelayd oo inaan hooskaas iyo harkaas ka fariisto waqti harvest time yoom hasan wal gujro moosin ay mirwa ay soo baxayna wal gujro wuxuu dhan baxooga wuxuu waxa kale ariga dib ii dhigay wax lagu magac taswiif taswiif kaan mashruuc aad hadda qaban kartid oo hadda aad qaban kartid ayaa waxa la dariiban qabanaya maalinka saad dambe saakoon waa soconaysa bil bisha dambe sanadka dambe kadib waxaad arkaysaa waxaan qabanayo awooddii aad ku qaban lahayd haddaad qof dhalinyaro ahayd maskaxdiina ay tagtay ma xifdin kartid muruq hadii loo baahna xajki ma samayn kartid hadday ahaan lahayd hantina markii hore aad hanti haysatay maanta ma heli kartid dhalinyaro ahayd dhalinyarada waa ku daysay walaalka taswiifka ama waxa loo yaqaan frustration ka waxaad maanta qaban kartid inaad dib u dhigtid waxay ka mid tahay waxa fashil ka keenay dadka Kacab bin Malik wuxuu adeeyay wuxuu leeyahay nin dhameystiran maana haday noqonay xoog haday noqonay xoolo haday noqonay jawiga xitaa inaan ku dagaal tago inta way laakiin waxa waqti iga xaday bari waa samayn doonta suuqii baan tagaa soo laabta anoo faramar maalin kan aan tagaa soo laabta anoo faramar ilaa marka ila fogaatay
ماشي المسألين، أيدي الرادين وترى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعد عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله أعلم إنهم لكاذبون. وإلى فقرة المهم كد من وحن كوهر على ضدك وتقي مركي إذا دقائقين وحتى أسرع وتفارط الغزو دولان كينا وشري ودريري ودقاقي ودقدقي مركان كور هلي ما نسري ما كدبر تكتا في رقمامي وكش وكش الله يا مركا هدنا راعي لها بالإيقا تبير لكن تينا إله مقدر وفي روحا يقدر مقالي دي مركا كسو هري كاريجي وماشي بيوغا ضد كان ماشي إلى الجوغا لابا جروب مبايعا نم منافق ومنافق لماذا مره وفرت كفي من باشا يدكتي وإله رسول كيسا كفرتي أيام مقالي دي مكو لرو اي جروب اي الضعفاء الى سبحانه وتعالى عبد روح ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله الذي لا يبقى وكع في جهاد كلا وضع قال ربه وين ماذا ضدك كو ضيشه متيستي نبي محمد اي صحابه اللي ماشي يوم مقدام بيقول تانا وحي ود شبير المرك حنون بقى هيك بيقول سو جذب نبي وصي صلى الله عليه وسلم مركي تبوك وتجي بحصص تبي صلى الله عليه وسلم لنعيدك هبطا إن مركها ما شاء الله حصوص تلفتر كذا من قبل أبو يدرس كعب بن مالك إن الحصوص تو والنبي يقول حصوص تو وكل حصوص من بين هؤلاء ضد عدد كاعتراض بدن وكل حصوص يعني وعجائب كذا لا في واحد على مركه ويقول أول إنك كعبها مرك اللي تبي أني وحول يا رسول الله ربني أسلم إنك وأني نحرق بدنه أنتوا اسقلوا مرة مال من الإحسان اللي بدي سمر أكون مشغول سيا الله هرتيني هذا كان مركو يقول كذي وحاول جوابي معاذ بن جبل بئس ما قلت وان كان وحا خير ان كنا اوغينا وحا كجوج الجا وحا كلو قادانيسا بني ادم كو بني ادم صحابه رو انه كلو بني ادم وين غير شرف بديه نبي جي اركان انت شرف او فلان ان بدن ايه كامل ايه ونول با جنة لو بشاري العلم على عشر البشر بالجنه كجره طبقات كلا دون بيليهن ضد بدر الجوغيو فاني قد غفرت لك ليري با كجره dadkii u xujoogay baa jira oo shaqnigooda wadaraha muujiyay dadkii magaazi fara badan joogay baa jira ma sahlana laakiin bini aadamku waa bini aadam oo xoogaa kelmad buu xoogaa liqsiyo wixii rasuul allah ninkan xaragadaada waxa laga xataa xumaan uu isugu la jeedin kaftan ka dhexeeyay inuu xataa uu noqon karaa waan isku tuurtoona dadku way dhahaa laakiin saa ay tahay haddana mucaad bin jabal halkeedu dhigo wuxuu yiri bi'sa ma qult hadalka waa hadal xun ninka khayr ma ku ogna nabiga sallallahu alayhi wasallam arag waxay ahayd in uu ama u jawaabo ninkii reer bani aslam ama uu mucaad hadalkiisii u faalla ka bixiyo nabiga intaba ma sameyn waxaa jira marka masaarid waxay inaan ka bil gunguma waxyaaba waxaa jira oo xoogaa in aad dhagaha ka xiratid ay tahay markaad aragtid khilaafaan macnaheeda markuu dhaco karo inaad xoogaa ka aamusid maxaa yeele ninka in la tacliiqiya waxbay keeni kartaa inuu isagu xataa uu sii dareemo dembi aad weyn معاذ كيس ان لسي كوم غري وحكى لي كيني كان قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدد وحي تهدي منكر جل منكر كان الريبه دور كين وحا قلت معاذ من جبل فول ستوب هذا كان كاسو كدي ان لسي ودود مركه ما النبي صلى الله عليه وسلم مركي هدانا نمبو اركا مركه وقتي ظهرة او ما اركتي وي ويرده او دان دبا قال وسا مركه ولا ديليو ملف كسو سوده لا عدانا وتا مركه كن ابا خيثمه ابو خيثمه نو مركه النبي صلى الله عليه وسلم far sighted inuu ha ku muuqato oo inuu ogyaal gashto dadku arkaan uma baahneen walaalika dadku salaad kan markuu meel fuu ka muuqdo wixii oo dhan baa isla cadaanay dhar cadna uu wataa qoraxdii oo ilayskii cad yahay reflectionkii cad uu yahay biyihii marka iska saraabka miraajka cad saa ay tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam khaythan inuu hoti ma salaatu rabbi salaam alayhi ilmuhim wuxuu yiri markii kacbi maalik markaan ogaaday uu nabiga inuu soo socdo waxaan isiri alla ilaahay hadda baqdin marka baqdintii ahayd ayaa ku bilaabatay wuxuu yidhi maxaad yeeshaa ma xoogaa ma isku rakibtaa bahal yar ma isku aadisaa beena ma marsiya ma diyaasataa baan isiri buu yidhi dadkii waan la tashtay buu yidhi dabcan biniaadamka markaa la tashatidna in ninku taraarixiya maaha nin khayr kuu sheega waa iska yar yahay ilmuhim iyadoo dadku xumi aanay ka ahayn jiilka waqtigaa jooga laakiin waxay iska jecel yihiin in qofku uu badbaado waxaan la laabtay wuxuu yiri nabiga uu soo looga dhigay markii la madiina munawara masjidka uu soo galay markii la yiri baa waxaa la wixii iga dhex guuxayo beena iyo marmarsi ah halkaas aan ku tuuray biir waxaan go'aansaday inaan nabiga la hor fariisto run meeshay doona kala dhacdo
nabi waxaa aada ahayd markuu soo laabto masjid ku yimaadaa safa markuu yimaado khamiis uu safraa waqti barqisan horana uu soo laabtaa masjid ka bilaaba halkaas uu ku tukadaa dadka markuu qaabilay kadib gurigiisa tagaa halkaasaan ugu tagay buu yiri waxaan arkay buu yiri dad saf ugu jira oo dhowr 80 oo dadkii ka haray dagaalka ah nin walba intuu nabiga intuu salaam uu nabi walba rasuul allah intay ka dhacday waxaan baa dhacay maaragtay mama siiyuu tilmaama ama sheega nabiguna wuxuu yidhahdaa mushkilad ma leh heshiis buu la galaa bayacuu la galaa kadibna ilaahu ilaahay subxanahu wa taala weydiiyey aniga markii laysoo gaara bi oo nabiga aan salaamay tabassama tabassum almuqdab qof caraysan suu u dhool cadday u muusoodo ilkaha unbuu ii muujiyey bi laakiin qosol maaha kaba ima dhuunta dacalkeeda kaba laakiin afkaasu saara markuu saa uu nabiga wuu garta marka ayaa nabiga la fariistay su-aal bii weydiiyey kacab maxaa ku reebay soo waxaan ogaa inaad diyaar ahayd oo xagga diyaarsa markaas rasuul allah runtii buu sheegay rasuul allah haddaan cid aan adiga ahayn haddaan maanta la fariisan lahaa waxaan ahay nin oratora hadli og oo hadalka sheegi og oo wixii la rabo dadka dhaadhicin og wax kastaa u sheegi lahaa buu yiri beenmaa ku qufi lahaa laakiin mar hadda adigu ta rasuul allah waxaan ogahay buu yiri haddaan been kuu sheego in waxay soo degi doona lay kashifi doona aad naga caroon doontid marka runta waxay tahay kuu sheegay rasuul allah wax cudur daara malihi bayna qawsayn aan soo ururay hadalka waqti waxay ahayd aan awood u lahay inaan baxo waqti waxay ahayd aan xoolo haysto waqti waxay ahayd aan sida qof bini aadama hadday financial noqon lahayd hadday fitness noqon lahayd intuba aan diyaar ah rasuulka markuu wuxuu yiri run buu sheegay haddaba dib u laabo intii ilaahay kaa xukminay oo markuu aayadda noo fasiray wuxuu yiri faqum xataa yaqdi allahu fiika إذا التخليف كلا تلمام الآيات دو تلمام توطن أرك هاي دي بالله دو والإيجي دونا كيس هاي دي بالله نقن دونا إنت إلهي كحرمي سيسو وفي بركي ساعة عن كلا ماضي أي أراب بني سلم الركمي دي إنت إسو الدو كلا وحي لرسول كعبو ونيو ما عركتي دتك وعدو دات معدو دارون ويد حن حو سيكي شيء قوي هدي حتى بان أشيكتين nabigu soo istighfaar uma samaynaha istighfaarkaasa dembiga ay tirtiin lahay iyadoo dembi hadday jirtana taasaa liqi lahay wuxuu dadkii say war iigu wadan afarta gees baa waxaan ku sigtay inaan inta nabiga dib ku laabto aan rasuul allah waxaan kuu sheegay beenba ahayda saana ahayd duruuftaasaa jirtay kadib baa ilaahay wuxuu iga keenay buu inaan weydiiyo oon idhaahdo cid kale oo xaaladda maanta aan ku jiro ila soo gudboonaatay miyaa jirta markaasay dhaha yeyihiin markaasay dhe muraara kow hilaal bin umaya shaniga u kala maxay sameeyeen nabiga u tageen run bay sheegeen arrinkooda dib baa la dhigay dib baa loo dhigay intaa markaan maqlay buu yiri waxay ii sheegeen laba nin oo dadka ugu wanaagsana oo xula oo meesha ku jira oo lagu daydo oo ragga ugu sarreeya ah ayaan wuxuu yiri khalaas saddexdaa dabcan markii de gruubku ay badan yihiin jamaaca a tahay isu heshanaysaane wuu yiri saddexdeenaas amar baa soo baxay kow inaan nala hadli karin dhulkiiba ciriiri nagu noqday meeshaan joognaan garo weynay dadku dadkii maaha ilan shalana munaafiqiin buu magaalada ku arkayay inin ilaahay cudur daaray haddana intay isiqiineen oo isku fiicnaayeen xataa uu ka wareysan war maxaa dhacay qaswadii cid u hadlaysa marka oo u baxaysa marka waa waayo taana waxay keentay dhib kale wuxuu yiri waxaa dhici jirta buu yiri labada nin ee saaxiibadee muraara iyo hilal iyagu odayaal bay ahaayeen ma dhaqdhaqaaqkan guriga iska fariisan ooyin bay iskala dhaceen bu laakiin anu dhalinyaro ahaa jumcaiyo jamacad waan joogay dadka waa la fariisan jiray wacdiga waa fariisan jiray nabiga waan imanaya dadka waa salaamaya laakiin ligama jawaabaya buyi heer waxaa dhici jirta nabiga intaan u imaaday isagoo tukaday inaan salaamo aan isweydiiyo talo rasuulka sal alla lay slam salaantii ma ka jawaabay oo xataa cala qalb shimihiisa ma dhaqdhaqaajiyeen isweydiinaya buyi waxaa dhicaysa bu inaan ku ag tukado oo aan markaan salaada galo saa iisoo dhugtaa buu yiri markaan dhankiisaa uga sii jeestaa buu yiri wuxuu yiri heer waxaan gaarba inaan aragga ku xadoon islaaba nabiga bal alaqal hagaaga masoo dhowraya inaa isweydiiyo halkaasaan gaaray buyi waxay haata wuxuu yiri markii muddada nala fogaatay waa waxaan siri buu yiri alaqal binaadamkana hadalka qof binaadam inuu kula hadlo waa qiimo iyo value meesha ugu sareyso lagu gaarsiiyo maalinta hadalka lagaa jarto oo meesha uu liidato qof binaadama marka waa isdhex qaaday masalana qofkii inuu hadlo caafimaadkiisa ku jiro maxay dhahaan dadka psychologist waxay dhahaan qofka waxyaabaha waalidii ka fogeyn gara waxaa ka mid a inuu maalintii kun kelmadood ku dhawaaqo kun kelmadood meelahan hadda aan
la soo fariisa masaajidka iyo dadka maqaaya ay hadlayaan waa inay fiisiyaan ogaada boqol yani kun kelmadood baa kaa soo baxays waxaa doonin ku hadal marka dadkan kale aanu la deganahay maxay maadaama family relationkii aanu jirin qaraabo u taga aanay jirin sida innagoo kale isku dhexgalaan isku dhexgelin muddadayaadka innaga aan shanta waqti oo diintu nagu nafarayso shan waqti jamaca kutuka oo jumca ima oo ciid ima oo hebel salaam oo hebel la fariiso oo kan guriga u tag ajir baa helaysa waxaa la leeyahay caafimaadkeena ku jira diintu waxaan khayrana ma farin hala soo boqdo caafimaadkeena ku jira hala iska warhay caafimaadkeena ku jira wada fariista mudaakarood caafimaadkeena ku jira walidaalika qofkii markaa heli waayo waxaa la yidhi guriga fariiso salliga nabiga badi markaad salliga akhrisid markaad qur-aanka akhrisid kelimadihii waa tiri walaaki warduu nafs buu keenaa salliga nabigu nafs buu keenaa dabcan anna waxaan diin ahaan baa ilaahay noo faray waan u sameynaa laakiin haddaan manduurkooda ka eegna sida iyagu eegaya dhanka caafimaadka psychologiga faa'iidaasa ku jirta laakiin taa waxaa ka horreeya ilaahay baaba na yidhi rasuulka ni uma baahni marki inuu ninkan kun kelmadood noo sheego maxaa yeelay yuqfar laka dambuk watukfa hamak markuu nabigeeda nagu filan ilmuhim abu qataada aan isku dhigay buu yihi baaru lahaan dusha ka fuulay darbiga kasoo tallaabaan u imid buu yihi markaan salaam iima jawaabi markaasa waxaan weydiiyey su'aalah ilaahay rasuulkiisa inaad jeclahay soo ma ogid waa ku celceliyey buu yihi markii saddexaad buu wuxuu ilaahay rasuulkiisa naga garan ogin inuu dhaaf yacni hadal saa u dhigma oo kale halkaasaan ooyina dhacay buu yihi waa iska soo laabtay buu yihi tii iigu darayd baa timid buu yihi marka nin nabati ah waa dadka ay dhahaan colqolatada ah ee raashaama laakiin marijaniista ah oo beec mushtara waxbuu soo waridaa waxna waa sii qaadaa ninkii waxaan arkay anigii dayday baadigoobi kacab yaa arkay dabcan dadku sidoodaba waagi hore ma jirin boostana ma jirin iska wadaaye systemkan hadda wax laysugu soo gudbiyo qof sii socdan ba warqad loo soo dhiibi jiray ninkii aniga iraadinayay baa la ii soo wuxuu yihi markaasa dadku waxay yihahdeen waa kaa kacab markaasu iimi warqad buu idhiibi warqad waxay ka socotaa boqolkii qasaan buu yihi warqad culus bay ahayd maxaa ku qoran niyahow waxaan ogaanay inuu maxamed ku gooyo saaxiibka meel ihaano leh oo liidatan ilaahay kuma dhigin ilaahayna kuma dayicin noo ima annaga kusoo dhaweynayna guri iyo gaari meeshaad ka dhihi dway iskor saaran sandwichkaaga waxaaga dhan biibiyahaaga waa laysugu kaa rakibaya oo warqad ka timid united nationko kale wuxuu yihi markii tii aan aqiyey ayaan ogaaday buyihi fidnadu inay tii ka weyntahay markii intaan qaadad buu yihin halkaa dabka ku riday buu yihi baashi waan horiyey buu yihi wuxuu yidhi waxyigu uu soo raagay wax sha'nigeeda ka hadlaya markaa mara markii afartan habeen marayso mar qodobkan marka la marayo qofka muminka ah xaaladaha adag markay yimaadaan waxaa kusoo hunguriyeynaya danac waxaa imanaya ideologies kala duwan idadii ilaahay rasuulkiisa ka furtay markaba marka iimaankaagi inuu sugma la rabo markaba inaad sabaad yeelatid la rabo ka war hadduu kacab dhihi lahaa dadkan hadalka xataa noo jaray waxba nagama gelin oo boqorka u aadi lahaa boqorka laba maalmood buu buunbuuninaya kadibna lasoo daynaya sida aad ogtahay qofku waa inuu marka mabaadi'dan diiniga wax inuu ku doorsado inaysan jirin masjidka adoo jira isaga jira haddii ii shaqeyn lagu yidhaahdo oo howlo kale lagu dirsado waa inaad ilaahay kaga baqdid haddii la rabo in lagu duuso waa inaad indhahaaga ay furno ilahay subxana wa tacala rasuulkiisa ay number one ay ku noqdaan waa inaadan munaafiq noqonin waa inaadan jaajuus noqonin waa inaadan muslimiinta ka dhex shaqeynin waa inaadan howlo kala gelin lanno mar walbaba diinka ilaahay muhiim ku ah oo qofka in la duufsado ma ilmihim amar kalaaba soo baxo le haweenku ma dhawaan kartaan wuxuu yihi markii saa la yidhi baa hilaal haweenaysa nabiga intay u tagtay wuxuu tiri ya rasuulallah waa oday ninka kan wuxuu mahay cid marka u khidmaysa idoo tii la ogolaado waxaa lalaa isuma dhawaan kartaan anigana hadalkii waa layla soo doontay anna waxaan yidhi may inta hayga ekaata waxaan diidaya waa intuusa rasuulka go-aan kaleba soo saaro ilmihim kontan habeen markay meesha marayso ayaa bishaaraadkii bilowday waa kan ninkii fariinsidaha ahaa ee bishaarada waday u yimid farxad markuu meel isla dhiga uu waayey markii loo bogaadiyo oo guuriya la yidhi waatu dharkii uu watay uu siiyey dabcan wuxuu ku farxaya mar ilaahay uu ka toobaad balay wuxuu ku farxay in rasuulka sal lay slam maaragtay agtiisa uu ku weynay wuxuu ku farxay muslimiinta isaga in wixii dhexiya marka ilaahay uu ka qaaday taana waxay muujinaysaa qofka muuminka waxaase haddii maanta cinwaan ha loo sameeyo la dhaho hada alxadiid cinwaankiisa rasmiga ah wuxuu noqonaya asidq runta laanna kacab maxaa badbaadiyey nacam baabu tawba uu soo hosgalay laakiin kacab runtaa badbaadisay wuuna kusoo celceliyey halkaasuu go-aan ku qaatay inuusan waxaan runayn aanu sheegin intuu ka noolyahay
وعلى مالinkaas ilaa ay waqtigan hadda aan joogo. Inta ilaahay harsan ilaah baan weydiisanay inuu ilaaliyo go'aankii wuxuu yahay waxaan runahay in aan sheegay. Ilaahay wuxuu yahay yaa alladheena aamanu taqullaaha wa kunu maa as-saadiqiin. Inta run sheegaysaa kuwa la socda wa kunu maa as-saadiqiin marka la leeyahay group gaar inay yihiin baa ilaahay ogyahay. لأن هذا كلام مش صادقين مو صادقين مو ضع رمتا يا ذا ذيك بتبعد والصدق منجن كلمة ذا كلمة قر حسون ويهري كدي بنروح لنا بارا تفسير كآيات ده إني رسول الله لين تامرك واحد مجنة سا شأني الماشة كجرا هل كاو إلى هنا وبالله التوفيق.